بسم الله الرحمن الرحيم بنستكمل موضوع الفلويد كاينماتكس وبنستكمل انواع السريان اللي بدأناها في المحاضرة السابقة وبنخش لموضوع نوع من انواع السريان اللي هو steady and unsteady flow طالما انا كلمة steady ظهرت لي يبقى تدور على التغير الخواص مع الزمن احنا شفنا اليونيفورم تغير السرعة مع المسافة السرعة بتغير متغيرش النهارده بنتكلم على الاستيدي فلو يعني سريان مستقر كلمه ستيدي فلو يا جماعه حط لي تحت الكلمه اول دي عديد من السطور اول ذا properties اوف فالوز ات لوكيشن ار كونستانت اند فاليو دو نوت vary with تايم يعني بنقول ان جميع الخواص تظل ثابته مع الزمن خلال فتره الدراسه اللي انا بتكلم عليها لا يحدث تغير في اي خاصيه لو حدث تغير في أي خاصية يصبح السريان أنستيدي زي ما نشوف يبقى في الاستيدي فلو جميع الخواص ثابتة مع الزمن وبالتالي بترجمها رياضيا اللي هي بارشال بي باي بارشال بي تي بيساوي صفر حيث بي أي خاصية عندنا الاستيدي فلو بيديني صورة الفلو فيلد recorded ات ديفرنت تايم ويل بي ايدنتيكال يعني لو أنا شفت الفلو في أي نقطة عند أي زمن بلاقيها ثابتة ولذلك احنا بنقول ما فيش عندي تغير مع الزمن. في حاله الانستيدي لو خاصيه واحده تغيرت مع الزمن خلاص اصبح انستيدي فلو. يبقى الفلو بروجريسيف فالي ويز تايم. وهلاقي هذه الخاصيه تعتمد على اكس وواي وزد وتي. لو انت بصيت في قبل الـ... كده كنت تلاقي الخاصيه في حاله اكس وواي وزد بس ما كانش عندي التايم له تاثير. احنا شفنا لكن الصوره بتاعت الفلو ثابته فلود، فلود، لكن في ال unsteady the appearance of the flow field will vary with time يبقى دي نقطة مهمة جدا إذا كان تغير مع الزمن يبقى بيحدث يبقى unsteady flow أما ال steady flow لازم جميع الخواص لا تتغير مع الزمن أثناء فترة الدراسة هنتكلم على نوع تاني من أنواع السريان برضو اللي هو laminar and turbulent flow اللي هو السريان المضطرب والسريان الرقائقي كلمة لامينر رقائقي وجاية كلمة جاية من كلمة لامينا والسريان التيربلنت ده سريان مضطرب يعني زي ما هنشوف في السريان اللامينر بيبقى السريان ماشي طبقات الفلويد ماشية بره لبعضيها يبقى الفلو is smooth and the layer of the flow do not mix يعني ما عندي mixing بسميه لامينر فلو وده بيحدث في سريان السوائل التقيلة اللي بتمشي بسرعات منخفضة زي المولاسيز وزي الأويلز، وأنا بقدر أبص على هذا الكلام وأقدر أصوره. يبقى بنقول الـ Die Injected Point Laminar Flow will travel along continuous smooth without any mixing زي ما قلنا. لما بنيجي بالنسبة للـ Turbulent Flow، الـ Fluid Layer Mix بيحصل عندي mixing. وزي ما احنا بنقول البارتكلز بيتحرك في راندوم موشن وبالتالي بيبقى هناك عندي الـ السرعه هناك بتكون عندي اليو يمين اما عندي هنا في حاله التيربلانت تبقى الفلوستي عباره عن جزئين مين فلوستي وفلاكتويشن فلوستي اضطراب يعني بتلاقي شكل الحركه بتاعه الماء واخده هذا الشكل بارتكل بتمشي في حركه عشوائيه فاليو دي بنسميها الفلاكتويشن فلوستي يبقى انا عندي السرعه فيها بتكون مين زائد فلكتويشن برضو مرحله بين اللامير والتربلنت بنسميها ترانزيشن ودي بتكون السريان ماشي في اتوقات فيها اوسليشنز بسيطه جدا ان شاء الله نستكمل باقي انواع السريان في المحاضره القادمه باذن الله